هنا غنهضر على اللاحق ديال النقطة ولاحق متجهة ولاحق منتصف قطعة. وقلنا في الفيديو السابق باللي اللاحق ديال زد هو لاحق النقطة ام، ممكن نكتبوه على هذا الشكل هذا، ولا كنكتبوه على شكل زد ام. وإذا كان عندي جوج نقاط، مثلا عندي لاحق نقطة ا ولاحق نقطة بي، ممكن عندي هاد الجوج نقدر نعرف لاحق المتجهة ا بي، ولا الا بغيت لاحق المتجهه بي ا. دونك لاحق المتجهه ا بي اشنو غادي يساوي؟ غيساوي اللاحق ديال بي، ماشي اللاحق ديال ا، اللاحق ديال بي. دونك اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال ا، ما كنقولو اللاحق ولا كنقولو لافيكس باللغه الفرنسيه. دونك زيد بي ناقص زيد ا. دونك لا عندي هاد الجوج هادو نقدر نجبد اللاحق ديال المتجهه ا بي واللاحق ديال منتصف قطعه. دونك كما كنا كنحدو الاحداثيات ديال المنتصف، كنا كنديرو اوصول ديال ا زائد اوصول ديال بي على جوج. دونك الا كانت عندي، واحد القطعه ا بي وكانت اي منتصف القطعه ا بي، الا كان عندي اللاحق ديال ا واللاحق ديال بي، فاللاحق ديال منتصف قطعه اللاحق ديال اي كيساوي اللاحق ديال ا زائد اللاحق ديال بي على جوج. دونك هادو هما الالحاق اللي خصنا نعرفو. وغندوزو باش نديرو تمرين تطبيقي، يعني الدور ديال هادو كنبينو بهم مثلا متوازي الاضلاع، وكنديرو بهم بزاف ديال الحوايج. دونك هذا تمرين تطبيقي غنطبقو فيه دوك الالحاق. هنا عندنا في المستوى العقادي، هذا مستوى العقادي، هذا محور حقيقي وهذا محور تخيلي، عندنا مجموعة من النقاط. دونك السؤال الاول هو هادشي الشكل، يعني غادي نمثلو النقاط ا اللاحق ديالها هو جوج اي. دونك هنا المحور الحقيقي، هنا المحور التخيلي، هنا الجزء الحقيقي في ا، لان قلنا في الجزء في الزاد عندنا اكس زائد ايغري، الجزء الحقيقي هو اكس والجزء التخيلي هو اللي كيكون معايا هو ايغري. هنا الا شفنا في ا هي جوج اي، ممكن نديرو ا هي صفر زائد جوج اي. دونك الجزء الحقيقي ما كاينش صفر، والجزء التخيلي هو جوج. دونك صفر في المحور الحقيقي فينا هو صفر، هي صفر، والمحور التخيلي جوج، واحد جوج. دونك ا غادي تكون هنا، هنا غادي تكون نقطة ا. بي دونك بي هي اللاحق ديالها جوج زائد اي، يعني الجزء الحقيقي في المحور الحقيقي جوج، وفي المحور التخيلي واحد. دونك واحد جوج، دونك هادي هي نقطة بي. نقطة سي واحد زائد ثلاثة اي، دونك الجزء الحقيقي واحد والجزء التخيلي ثلاثة. دونك واحد جوج ثلاثة، دونك هادي هي سي. ودي ثلاثة زائد جوج اي، دونك الجزء الحقيقي ثلاثة والجزء التخيلي جوج. دونك ثلاثة جوج، دونك هي هادي تقريبا دي. دونك الله يرضي عليكم، اتونسيون هنا كيكون عندنا الرباعي ا بي سي دي ولا ا بي دي سي. دونك ردوا البال، ماشي بحال بحال هنا ا بي سي دي. دونك قلنا العلاقة في المتجهات باش يكون هاد الرباعي متوازي الاضلاع، خصنا نلقاو المتجهة ا بي كتساوي المتجهة دي سي، ولا بي ا كتساوي سي دي، ولا ا دي كتساوي بي سي، ماشي بربعة. دونك كاين اللي كيبين هادي كتساوي هادي، ماشي يبين هادي كتساوي هادي في المتجهات. لا، المتجهات الى لقيتي غير ا بي كتساوي دي سي، كيعني ان الرباعي متوازي الاضلاع، الرباعي ا بي سي دي. ولكن حنا عندنا هنايا ا بي، دونك غير من هنا غادي يبان لنا ا بي دي سي. دونك ا بي دي سي، دونك الى بغيت باش يكون رباعي ا بي دي سي متوازي الاضلاع، خصني نلقى المتجهه ا بي كتساوي المتجهه سي دي. وهنا غندخل واحد الخاصيه بين المتجهات واللحق. الى كان، دونك الى كان عندنا لحق ديال المتجهه ا بي كيساوي اللحق ديال المتجهه سي دي، دونك هنا كنستنتجو بان المتجهتين ا بي والمتجهتين والمتجه سي دي متساويتين، يعني ان ا بي تساوي سي دي اذا كان عندهم نفس اللاحق. دونك غنبداو باللاحق ديال ا بي، نحسبه هو الاول. دونك لاحق المتجهه ا بي قلنا هو اللاحق ديال بي ناقص اللاحق ديال ا، واللاحق ديال بي شنو هو؟ اللاحق ديال بي هو جوج زائد اي ناقص. دونك في الاول غيجيكم عندنا هاد الدرس جديد وكلشي فيه جديد، يعني كل كاين بعض المصطلحات اللي غيجيكم في شكل، ولكن مع كثرة التمارين غادي تعودوا عليهم. دونك هنايا ناقص اللاحق ديال ا هو جوج اي،
دونك لقينا جوج اي ناقص جوج اي، واحد ناقص جوج هي ناقص اي، هذا هو لاحق المتجهه ا بي. ثم لاحق المتجهه سي دي غنحسبو بوحدو، لاحق المتجهه دونك لدينا و لاحق المتجهه سي دي، دونك هو اللاحق ديال دي ناقص اللاحق ديال سي. اللاحق ديال النقطة دي هو 3 زائد 2 اي، ناقص اللاحق ديال النقطة سي هو اللاحق ديال النقطة سي هو 1 زائد 3 اي. هنا اتونسيون كندير الأقواس، ناقص يساوي 3 زائد 2 اي. هنا أقواس مسبوقة بناقص غنغيرو لي سين هنايا، ناقص 1 ناقص 3 اي، هذا كيولي ناقص وهذا ناقص، دونك 3 ناقص 1 هي جوج، جوج اي ناقص 3 اي هي ناقص اي، دونك اللاحق ديال المتجهه ا بي اذا زد ا بي يساوي زد سي دي، دونك عندهم نفس اللاحق. دونك اي ان دونك الا قلنا عندهم نفس اللاحق يعني ان المتجهه ا بي تساوي سي دي، وبالتالي ا بي دي سي متوازي الأضلاع، دونك هنا رباعي متوازي الأضلاع. نتمنى أنكم استفدتوا، وفيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.